توتر قلق وخوف هي حالة المترشح محمد ساعات قبل الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا. هي لحظات الحسم لأكثر من 600 ألف مترشح قبل أن تدق الساعة 6 مساء. شوية ستريسي مي أنا داير نأمل في ربي وفي خدمتنا. احنا درنا اللي علينا وبقات على ربي. دوكا شهر كامل جوزت يا بحر يا اونترينمون يا بحر يا اونترينمون هكذايا سولاجي نحيت ستريس هذاك شويه مي ديرني جور زاد شويه ستريس. محمد الذي وجد في والدته السند الكبير طلال العام الدراسي يتذكر دوما كلماتها التطمينيه مع اقتراب الاعلان عن النتائج ليرفع من معنوياته رغم انه على الاعصاب. هي اللي دائما مرايا في كتافي اقرا دير اعمل بني المستقبل تاعك اون بليس دائما ما تكون عفسه نيجاتيف تسيي تسيي ما تخليكش شغل ديبريسي ولا دائما تخلي لك شغل المونتاليتي تاعك طالعه عقليتك المورا تخليهم طالعين ما تطيحهم لك زعما بلي مو نيجاتيف ولا ان شاء الله فيها خير ونفرحوها. إذا أكثر من 600 ألف مترشح على الأعصاب قبل أن يفتح موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات للكشف عن نتائج البكالوريا، وألف مبروك للناجحين.